السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد. فيديو اليوم يا أصدقاء طلب من أحد الشباب أو المتابعين للقناة كيف تربط سماعات على البي سي وتشغل الميكروفون الخاص بها بدون أي مشاكل. كما تشوفون هذا الصوت الذي يطلع الآن من الفيديو هو مسجل، أنا أسجله الآن من السماعة. فسبب هذه قبل بداية الفيديو قبل 5 أيام هذا السبب يا أصدقاء بعدم دعم القناة، يعني كنت أريد طب يعني عادة مرة في فيديوهات، ولكن كما تشوفون ذهبنا إلى هنا تجد التعليقات، كثير من التعليقات تأتيني هي كما تشوفون تعليقات يقول لي يعني أرجع والمهم فأبي دعمكم بهذا الفيديو بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة إذا لم تكن مشترك. وصلنا إلى 800 مشترك إن شاء الله في هذا الفيديو، وصلنا إلى 800 مشترك وإن شاء الله إلى 1000 مشترك. أنا هدفي هو 1000 مشترك، حقق 1000 مشترك إن شاء الله. فأنشروا معنا هذا الفيديو وشاركوا القناة مع أصدقائكم. المهم نبدأ في الحلقة. أولاً أنت ركبت الميكروفون أو السماعة، فنذهب إلى منطقة يعني الخاصة بالساوند. كما تشوفوا لدي الميكروفون الثاني وهو ميكروفون خاص باللابتوب، يعني كل لابتوب يأتي معه ميكروفون. فأنا أريد أن أسجل من داخل السماعة. عندما وصلت السماعة وضغطت عليها بشكل ده وضغطت على هذا الخيار، يعني أريد بدل هذا الخيار ولكن راح يقطع معايا الصوت في التسجيل. المهم أنت عندما يعني مثلا هذا هو ميكروفون السماعة، تعلم على هذه وبعدها تعلم على هذه لتقوم بالتعديل. هنا في التعديل هنا على حسب كل شخص كيف يعدل على هذه، ولكن افضل شيء يعني بدون ان تقوم ب يعني اي شيء تذهب تخرج من هذه وتضغط مثلا هذا هو الميكروفون قمت بتحديده بالشكل ده على ما صح، تضغط على هذه كونفيجر وما ادري، وبعدها تضغط على هذه الثانية التي هنا تضغط عليها وتختار الاولى. عندما تضغط على سويفو راح تقوم بالتكلم. شوفون انا اتكلم الان من الميكروفون، فراح تضغط هنا سويفونت او نيكس على حسب اللغة او التالي، يعني اذا كان لديك ويندوز بالعربي تضغط عليها وراح يقولك يعني تم. فتجد هنا المكان هذه تجدها معدلة حسب عندما انت كنت تتكلم. المهم بهذا الشكل تتم يعني معالج يعني تقوم بتعديل الميكروفون بدون اي مشاكل، وان شاء الله يعني تشتغل معك صديقي هذه الطريقة. واذا وجدت اي مشكلة اكتبها لي اسفل بالتعليقات. وهذه قناة سايبر بلايس، يعني اريد يعني ان اواصل، ولكن الدعم يعني كل مرة اسجل فيديو ويعني اتردد في رفعه، يعني لا يرضيني ذاك الفيديو ونشوف الدعم فما راح يخلي يعني الفيديو ارفعه وانا يعني لا اسجل الفيديو بشكل جيد وارفع. اصدقائي لم اقطع على سلسلة جي تي اي، الناس الذي تنتظر مني مود الثاني او نكمل في السلسلة ان شاء الله سنكمل في السلسلة. فقد حدثت معي مشكلة في اللعبة، ركبت احد المودات فخربت معي اللعبة وساقوم بتثبيتها ومن جديد ان شاء الله، وارفع لكم فيديو جديد ان شاء الله غدا. فقط وصلوا هذا الفيديو على 10 لايك يا أصدقاء، كل واحد يضغط لايك، اللايك يفيدني في نشر المقطع. اللايك يا أصدقاء هو لكي تدعموا القناة، هذا كل شيء. طولنا في الفيديو، السلام عليكم ونلتقي في حلقة جديدة. There is so much we can learn in the universe.